طاب مساءكم. استقالة جونسون من رئاسة الحكومة البريطانية تحت ضغط ما سميت بثقافة الفضائح هو أبرز ملفات الأخيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، ونراجع فيه خيارات حزب المحافظين وبدائله المحتملة لزعامة البلاد. ومن بريطانيا نتحول إلى جزيرة بالي الإندونيسية لنرصد المواجهة بين الغرب وروسيا في قمة العشرين. وفي الأخير أيضا عناوين وقضايا سياسية ومنوعة من مناطق مختلفة في العالم. الأخيرة مشاهدينا تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 11 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي في اليوتيوب. كونوا معنا.